لم تعد تقتصر جودة التعليم على تطوير مهارات الطلاب فقط، بل وأيضاً على مواكبة المعلمين وضمان تزويدهم بكل الأدوات والأفكار والمناهج اللازمة، وهذا ما توفره برامج تدريب للمعلمين. اليوم سنتعرف إلى برنامج تدريبي لمدرسي الرياضيات والعلوم يساعدهم على بناء خبراتهم وتعزيز تمكينهم من محتوى هاتين المادتين العلوم والرياضيات. دائما الحديث بشكل بسيط جدا عن كيف يستطيع المعلم أن يضبط 30 طالب في القاعة الصفية، يساعدهم على التعلم ويدرسهم مادتين صعبتين هم الرياضيات والعلوم في الفهم الجمعي عند الناس، ويكونوا كذلك مستمتعين بهذا الأمر. تبدو القضية جدلية صعبة، إذا أخذناها من الناحية الأخرى الإيجابية تبدو الأمور عليها بشكل التالي: نحن نقدم تدريبا للمعلمين حتى يجعلوا الرياضيات والعلوم تقدم بطريقة ماتعة شائقة، فيستمتع الطلبة بالتعلم فيتعلمون فينضبطون داخل القاعة الصفية، وبالتالي العملية تحدث بطريقة عكسية. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عنبر العبدالله وهي مدربة في كوامتا. صباح الخير. صباح النور. هلا. إذا لماذا تقام هذه الورش أو الأنشطة العملية للأساتذة؟ الأنشطة بتتوزع ما بين أنشطة رياضيات وأنشطة علوم. على سبيل المثال لو بدي أعطيك أمثلة حقيقية من الأكاديمية، نشاط علوم على سبيل المثال مفهوم الدوائر الكهربائية، عادة ما يدرس في المدارس بأنه المعلم بيدخل الصف بيعطي تعريف الدائرة الكهربائية وبيرسم هو طريقة كيف بتشتغل الدائرة الكهربائية، ما معنى توالي وتوازي. في هاي الأكاديمية انعكست الصورة. ماذا عن الرياضيات؟ على سبيل المثال دراسة الاحتمالات، الاحتمالات بيدخل المعلم بيشرح شو معنى احتمال تجريبي شو معنى احتمال نظري، بنعمل الاحتمال النظري بهاي الطريقة وبدون ما يدخل فعليا بمعنى الاحتمال التجريبي، فقط بيكتفي على التعريف. الأكاديمية هاي وفرت أنشطة تختلف في طريقة تقديمها لهذا المفهوم، بحيث أن الطالب بيجرب حتى كلمة احتمال بصير يتعامل معها من منطلق أمثلة واقعية في حياته، فبيفهم كلمة احتمال شو معناها. معنا الآن معلم العلوم وهو الأستاذ أحمد المنصور. صباح الخير. أهلا مرحبا. صباح النور. كيف ستطبق ما تعلمته هنا في المدرسة؟ وهو الهدف طبعا أنه في الأخير هو الطالب، فكل اللي نطبقه اليوم لازم نطبقه في المدرسة. طبعا نفس الاستراتيجيات أو نفس ناخذ نفس المعلومات اللي نطبقها على الدروس اللي احنا حاليا في المنهج عندنا، عن طريق أيضا نبدأ بالهدف الرئيسي من المعلومة، ليش الطالب يتعلم هذا الشيء، وين راح يطبقه في حياته، وبعدين نعطيه مشكلة ويحاول يحلها بالمعلومة. يعني فنبتعد احنا طبعا عن التعليم لحل الامتحان، وبالعكس ناخذ التعليم لحل مشكلات الحياة. ورش العمل هذه تصب في خانة رفع كفاءة الأجيال المقبلة وتحفيزها على الاهتمام بمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، خاصة وأن سوق العمل المستقبلي يحتاج إلى خريجين متمكنين بهذه المواد. نلتقي الأسبوع المقبل.